فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت الزكاة لا يجوز دفعها إلى الزوج، فكيف يجاب عن دفع زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ هذا الزوج لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة لزوجته، لأن نفقتها واجبة عليه، أما الزوجة فلا يجب عليها نفقة زوجها. لذلك اختلفوا هل تدفع زكاتها لزوجها أو لا، فيه خلاف، المسألة فيها خلاف. نعم.